ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ بشكر كل الناس على الكومنتات الحلوه دي. ولو انت اول مره تشوف فيديو لينا انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس وكومنت حلو ولايك احلى علشان عيله برنس ما تكبر. بيكون النهارده تصوير في قناه محمود الجمل. كملوا معانا بقيه اليوم. محمد انا محتاجه فلوس بصراحه. اجيب لك منين فلوس؟ ما اعرفش اتصرف. انت خربتي لي بيتي، انا فلوس كلها راحت عليكي. فتحت لي الكوافير، فتحت لك محل ملابس، كل حاجه فتحتيها فشلت، اعملي ايه تاني؟ محمد وانا كل ما اقول لك عايزه فلوس تقول لي الاسطوانه دي. اختك تجي لي محل اللبس تاخد لبس ببلاش، تاخد فلوس، وامك تيجي تاخد فلوس، اعمل ايه تاني؟ انا ورث ابويا كله راح عليكي، ضيعتوا لي كله. انا معيش جني دلوقتي اعمل ايه؟ ما انت لسه عندك امنيه. يعني اسرع اختي يعني ولا اعمل ايه فيها؟ لا انا عاوزه فلوس. هجيب لك منين؟ امنيه مش معاها فلوس. المجلس الحزبي؟ اه. كل سنة بيجي يحاسبني، أنت عايزة تسجديني ولا إيه؟ لا ارميها في الشارع، اعمل أي حاجة. أرمي مين في الشارع؟ تتجننتي ولا إيه؟ يعني ترمي بنتك وابنك ولا ترمي أختك؟ شوف أنت اختار بقى. أقسم بالله تتجننتي، أرمي أختي إزاي؟ أنت عاوز في يوم أمنية تكبر وعيالك يقولوا لها عاوزين 10 جنيه ولا 5 جنيه وهي اللي تتحكم فينا؟ فكر يا محمد. طب سيبيني أفكر طيب. عشان خاطر عيالك حتى. ماشي. أمنية مالك يا حبيبتي؟ صحانة كده ليه يا حبيبتي؟ لا مش حاجة. ما بتلعبيش بالعجلة ليه طيب؟ هلعب دلوقتي. إيه يا حبيبتي قلبي؟ أنا بحبك يا محمد. وأنا كمان بحبك يا قلبي. ما أقدرش أسأل عنك يا محمد أوي. بتقولي كده ليه طيب يا أمنية؟ في إيه؟ مش حاجة. أنا كمان بحبك أوي. مش عايزه حاجه اجيبها لك من بره؟ محمد ايه يا ندى؟ عايزك تسالني. طب جاي ماشي. طب تعالى معايا. ماشي اجيب لك حاجه وانا جاي؟ ماشي. ماشي العبي بالعجله يلا. عايزه ايه يا ندى؟ عايزه. بصوا يا جماعه القطه قاعده ازاي؟ خد يا حفيظ. فتح الله فتوح. فتح الله نمبر 1. باي باي يا فتح الله. الجو جميل قوي هنا. اسكندريه يا ابنية. بس انت اول مره جيت اسكندريه من الشتاء. لا الجو جميل، قلنا نيجي نغير الجو. تعالى يا حبيبي تعالى اقعد هنا. ماشي هروح اجيب حاجه واجي انا ولادك. من اول الشارع. انت تلميذ يا محمد؟ ايه يا ابنية بتقول ايه؟ انت تلميذ يا محمد؟ مين اللي قالك الكلام ده يا حبيبتي؟ سمعتوك يا محمد انتوا بتتكلموا يا محمد. يلا محمد يلا بينا. محمد انت بص خد الفلوس تاني بس ما ترمينيش. انا عاوزاك يا محمد خد الفلوس بس ما ترمينيش والنبي. محمد عيالنا عيالنا مش هقول تاني. خد اي حاجه مني بس ما ترمينيش. خد عندك كل حاجه مني. صباح الخير يا يوسف. عامل ايه؟ صباح الخير يا حبيبي. عاملة ايه؟ مكة؟ شايف قلب عليا النهارده ليه؟ لا هي تعبانة. تعبانة. ولا بتضحك ولا ده ما نمتش بالليل، قعدت تعيط ساعة. والله العظيم في بالليل مكة شغلت شرطة البكرة. وقعدت تعيط. البنت مشكلتها اللي هي مش بتعدي بس، بتعدي وتشد. دي مش توجع، بتعدي وتشد، بتعدي بس لا. نفيسة يلا عشان تروحي المدرسة عشان اتأخرتي. نفيسة بقى وانا مش عاوزة اروح المدرسة. انا مش هروح المدرسة. نفيسة كل يوم الصبح تسمعين امك كلمتين دولت. متقوليش نفيسة بقى. الباص جاي. كلهم لما اروح من الباص بيقولي فيس فيس فاز يا ماما. يا حودة والله لما نادي اركبوكي. ماشي يا حودة. ايه في ايه؟ تعالي شوف بنتك انا زهقت. مالك يا نفيسة في ايه اللي مزعلك؟ كلكم قولوا نفيسة انا زهقت. من ايه يا حبيبتي؟ منك الله يا شيخ قلت لك بلاش. عجبني الاسم. بالله عليك ده اسم. ده الاسم القرع. ده كان نفسي امي تسموهولي. سموهولي. بص يا نفيسه. تاني نفيسه. معلش. ما
عاوز اغير اسمي بقى يا بابا. حاجه دي شطه حلوه. غزل ايه بتعملي ايه يا حبيبتي؟ مكه خلي بالك، مكه مش بتسكت مع اي حد، هي فرحانه بيك عشان انت بتلعبيها. ارجعي بيها، ارجعي بيها مكه. تعالي بقى. ايه بتحبيها يا غزل؟ طب تخرجي كده في الشغل النهارده. نفيسه ايه مالك يا حبيبتي؟ زعلانه ليه؟ بس 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 يلا يوسف يلا بس 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 مليك بس. انت عارفه انا كنت اسمي جميل والله، اسمها مضحك والله. انا بص لما كنت متضايق في البيت افتكر اسمها نفيسه اموت من الضحك. اقعد تضحك. الله يسامحك. سلمي لي على ابوك نفيسه. بس يلا يلا بس بس اسمها مسخره. تعالى بقى تعالى دلوقتي. هعمل مقلب في يوسف كده. يلا يلا احمد 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 احمد. لما كان يصحيني الصبح بدري عشان احضر له فطار وانا ببقى عايزه انام بقى عشان يصحيني ويغلس عليا يعمل المنديل. المنديل اعمله كده ايه كانه عشان انام تاني. يا جماعه ما فيش حاجه بيني وبين سلمى وبين حوده علشان حوده اللي بيغلس عليا. والله ما في اي حاجه. ايه كله هزار يعني وضحك. خلي بالك احنا بنهزر مع بعض. انا عم نهزر ونغلسه في الفيديوهات مع بعضينا. مفيش اي حاجه بيننا. ده هزار وده تحدي يا جدعان. عاوز اقول لكم حاجه، انا في التحدي ما حدش قال. انا بحب يا جدعان في التحدي مثلا يا جدعان انا بحب في التحديات اغيظنا ده وعلى بس حمو ما يشيش هم. بص ما يعني انا في التحدي ما حدش قدي. انا في التحدي حدش قدي. عايزه ايه؟ شيبسي؟ انا بحب. بتحبينا قد ايه؟ طب بصي لي. طيب قولي من الاول بقى عشان ما سمعتش، بتقولي ايه؟ بحبك. قد ايه؟ قد كتير. بتحبيني انا اكتر ولا بابا؟ انت. طب انا ولا ماما ندى؟ انت. طب انا ولا جدو؟ انت. طب انا ولا تيتا؟ انت. انا بموت فيك. انا بقى هقول من الفيديو ده شيبسي يا محمد. شيبسي؟ اه خلاص. عند لا في لما اجيبها اديكي. دلوقتي هجيب شيبسي واديهولك ماشي؟ انت بتحبيه بطعم ايه طيب؟ بحبه طعم عليه ايه؟ بتحبيه ايه؟ طماطم ولا شطه وليمون؟ ولا خل وملح؟ خل وملح. خل والملح شبه يعني؟ ماشي عندنا اه. هجيب لك واحد. حاضر. محمد اديني بوصه طيب. كل شهر عاوز ايه تاني؟ ما بيكفيش حاجه يا بنت. عاوزه مصاريف مدرسه وعاوزه اكل وشرب وحاجات للمدرسه. يا ماما انت موجود. ولبس اعمل ايه يا ماما؟ موجود ازاي؟ انت موجود مش موجود في حياتي يا ماما. ما موجود. مش بقول كل شهر عاوزه ايه تاني؟ كل شهر بقالنا 3 شهور ما شفناكش. يا ماما انت معايا هي مش معايا انا. فاهم؟ ربي بنت مش بنتك. ربي بنتك. عايزين ولا مش عايشين؟ لا مش عايشين. مش عايشين ازاي؟ مش عايشين من غيرك. عاوزينك معانا. شفتي؟ شبه شوال يا جدع. الله يسامحك. اعمل ايه بقى؟ قولي لي بقى اعمل ايه؟ مش هرد عشان خاطرك انت واعمل لك انت احترام. هو اللي جاي واللي جاي ورايح يقول لي صوت عالي بس والله. انت اللي فضحتني كده في الشوارع. في حاجه ولا ايه؟ يا عم مفيش. مراتي ومراتي يا عم مفيش حاجه والله. دي مراتي ودي مراتي. متجوز عليا ومش عايز يصرف علينا ولا عايز يرجع لنا. بقالي 3 شهور مش هنام. يلا اشتغل يلا اللي جاي وراح احكي له. طب ممكن دقيقتين اتكلم معاك ولا حاجه بس؟ نعم يا عم. تعالى اتفضل يا عم. عاوز ايه؟ اقول لك كلمتين بس. يا قول يا عم. عاوز ايه يا عم؟ بص يا باشا انا ابويا فكرتني موضوع ابويا. اه ابويا كان متجوز الاثنين برضه كده والله. اخذت فلوسه كلها اللي قدامه واللي وراه باع الحديده. دلوقتي احنا اللي بنصرف عليه والله العظيم.
انا مش بقول لك كده اللي هي ممكن تكون وحشه، ممكن تكون هي كويسه، بس انت اوزن الامور. لقيتها بتستغلك كده انت لسه في اولها سيبها. انا مش بقول لك كده عشان حاجه والله، بس انا ابويا حصل معاه نفس الموقف والله، احنا بنصفق عليه دلوقتي. ان شاء الله هتشوفني تاني، يا هتقول لي متشكرين يا هتقول لي يا ريتني كنت سمعت كلامك. انا ممكن دلوقتي اخدك معايا البيت عندنا تشوف ابويا خمس دقايق بس، شوف ابويا عامل ازاي. ابويا ده كان باشا والله العظيم، كان باشا بهدلنا اخر بهدله، واحنا لولا احنا برضو احنا ايه مسكنا نفسنا وكده يعني كان حالنا متدمرين خالص. فانت ايه اوزن الامور، اسمع كلامي، انت لسه في اولها برضو. السلام عليكم. ندى مكه وهي نايمه بتضحك. مكة تعبانة خالص، سخنة خالص، ونفسها مش طبيعي، علشان كده حجزتنا عند الدكتور دلوقتي، لسه قافلة مع الدكتور. نخلص ونروح نريح شوية ساعتين، علشان الدكتور معاد الساعة 7 واحنا معادنا دور 20 يعني قدامنا لسه الساعة 9، الساعة 9 الساعة 10. نروح بقى البيت وبعد كده ننزل تاني نروح لمكة للدكتور. كله في الكومنتات يقول لي مكة ألف سلام عليك يا كوكي. أنا مش عارفة والله، عشان بننزل ده كل يوم الصبح بدري بتتعب مني على طول. من يومين كان احنا نزلنا بيها بالليل والجو كان هوا. والله يا جماعه طول الليل ما بنامتش، طول الليل بتعيط، انا حاسه ان انا مش عارفه افتح عيني من قله النوم، وكمان مش هروح انام، هروح ان انا ايه قاعد مخلي بالي منها، عشان انا لو نمت مش هعرف اصحى انزل بيها للدكتور تاني. بيوسفنا جامد والله، احنا نفسيتنا زي الزفت. ما ينفعش تحطها عشان خاطرها حتى لو انت زعلانة وهو زعلان عشان خاطر امنية برضه. ادعولها بس. ان شاء الله والله يا ربنا معاك. ادعولها لو سمحت. ان شاء الله هتقف على رجليها وتبقى احسن من الاول كمان. يا امنية ما تيجي نلعبوا خلاويص. يا ريت هذا لو اقدر انزل والله. يا ريت لو اقدر انا العب معاك يا رب. بس انا دلوقتي ما بقتش اعرف امشي ولا اعمل حاجة والله يا رب. بكره تقومي يا زوزو وتقومي يا امنية وتلعبي مع زوزو اللي انت عاوزاه. ان شاء الله. كداب يا حبيبتي، الدكتور ده كداب والله العظيم، هتقوم انت زي الفل، ده احسن من الاول كمان. الدكتور ده بيكذب يا امنيه والله، والله العظيم بيكذب يا امنيه والله. ما تعالش اوضه خلاص خلاص يا استاذ عادل. معلش يا زوزو هي تعبانه شويه، وان شاء الله هتلعب معايا. ان شاء الله هتلعب معايا يعني هي لا لا بعد الشر، بعد الشر هي تعبانه شويه، والاسبوع الجاي هتلعب معايا. أيوة ان شاء الله. ان شاء الله هتلعب معايا. هتلعب معايا يا فايدي. ماشي يا غزل، ادعي لها بس يا رب. يلا شكرا. يلا بابا يلا. احنا دلوقتي رجعنا البيت، وكان يوم تصوير متعب بصراحة، انا اصعب ايام يوم تصوير احمد ويوم تصوير حودة. ومحمد جاب لي ماكدونالدز، شكرا يا حمو على الماكدونالدز. وبصراحة كان نفسي يوسف اخويا يجي يتغدى معايا، بس ما رضاش، قال لي انا تعبان وعاوز اروح انام، ما رضاش خالص. بيتكسف. مين هنا بيحب ماكدونالدز؟ تعالوا اتفضلوا معانا. دلوقتي انا لسه واصلة من الدكتور وطلعت دلوقتي. مزيك حلو؟ في لذيذة؟ بسم الله. وزورها عشان ماكو خالص، فعلا دايما وزورها. وراح اكلمها وزورها خالص. يلا حبيب. دلوقتي انا خلصت عند الدكتور وقال لي ان ماكو عندها مجروح وزورها واجعها. السخونية كمان يزورها، عامل لها سخونية، عامل لها ريحة نفسها مش حلوة، كتب لي على الاعلان. يا كوكي مكة مكة ألف سلام عليك يا حبيبة قلبي. مالك يا روحي؟ احنا لسه راجعين دلوقتي والله العظيم، النهاردة تعبت جدا جدا جدا، واليوم اللي انا بنزل في الصبح بدري واطلع وانزل تاني بيبقى متعب. ليه؟ عشان انا ساكنه في 11، يعني بنزل 11 دور واطلع 11 دور. وجبت دلوقتي العلاج لمكه اهو. تعالي كوكي، تعالي روحي. ودلوقتي هدور اديها العلاج وانيمها، ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر، وتابعوني على انستغرام ومكه في البيت في صندوق الوصف. كل يوم فيديو الساعه 12 الظهر، ووصل الفيديو ده ل 20 ألف لايك. باي.